كرة عند محمود يوسف، صعبة وبعيدة، صعبة وبعيدة، ضربة مرمى لمصلحة أهل الخليل. هنا اللاعب محمود يوسف، طبعا كذلك هنا المدرب ألبرتو فيتشينزو الإيطالي. هل ينجح هذا الاسم الإيطالي؟ هل يأتي بالإضافة الفعلية؟ هل تكون استقطابات الأهلي الكثيرة والجديدة يعني مفيد للفريق في الفترة القادمة؟ طبعا يغيب بعض الأسماء، والفريق أيضا فقد بعض الأسماء المهمة مثل جوناثان سوريا اللي انتقل، وهو لاعب مهم صراحة ودائما ما كان يقدم إضافة. حتى الآن شادي شعبان خارج وبعيد عن تشكيلة الفريق، يبدو أنه في تشيلي. كذلك لاعب عبد الله جابر انتقل للاتحاد السكندر المصري، ولكن لم يتم هذا التعاقد لأسباب على مستوى الإقامة وكذلك تأشيرة العمل بالنسبة للاعب عبد الله جابر في مصر، وبالتالي يبدو أن هذا التعاقد لم يتم ولن يستكمل، وبالتالي قد يعود عبد الله جابر لتشكيلة الأهلي. يزن عويوي والشعراوي، الشباب حتى الآن أحسن، والشباب متقدم 1-0، كرة في المنتصف.